بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة نهاية الأسبوع، وبالتأكيد حلقة مهمة جدا قبل موعد انطلاق مباراة الأهلي والإسماعيلي في ختام مباريات الجولة 29 من مباريات الدوري العام. بالتأكيد مباراة مهمة جدا، كل الأهلوية في كل أرجاء الوطن العربي وفي كل أنحاء العالم هيلتف حول الشاشات لمتابعة هذه المباراة الكبيرة. هي مباراة ديربي، مباراة الأهلي والإسماعيلي، لكن بالطبع أهمية الثلاث نقاط من أجل الصراع على صدارة الدوري. دائما وأبدا الأهلي عنده الأفضلية، طالما فاز، طالما انتصر، طالما حقق الثلاث نقاط بيكون عنده الأفضلية، سواء بالمواجهات المباشرة أو حتى فارق الأهداف. لكن خلاص المواجهات المباشرة هي المعيار وهي الأساس، فبالتالي الأهلي بإذن الله بيسعى دائما للصدارة، ومع كل مباراة بيقترب بنسبة كبيرة للفوز بالدوري العام، والضغوط دائما بتكون على المنافسين لأن الأهلي عنده أفضلية في كذا معيار وفي كذا نقطة متعلقة بصدارة الدوري العام. لكن المهم أنك تنتصر، المهم أنك تفوز. مبارياتك كلها صعبة أيا كانت الضغوط اللي بيحاول يصدرها المنافس، لكن هي مبارياتك كلها صعبة، أنت بتلعب على المكسب، بتلعب على الانتصار عشان تحقق بطولة الدوري كالعادة في خلال السنوات المتتالية وتوصل للدرع رقم 43 بإذن الله. الفوز النهاردة بيقربك، كل ما بتكسب مباراة بتقرب من صدارة الدوري والاحتفاظ بدرع الدوري العام. النهاردة الإسماعيلي، يوم السبت إنبي، بعدها ب 48 ساعة مباراة أخرى، فخلاص احنا بنتكلم في آخر خمس ست مباريات، وبإذن الله في أقل من حوالي أسبوعين بإذن الله يكون الأمر كله اتحسم لصالح النادي الأهلي. حلقة النهاردة هيكون فيها تفاصيل كتيرة وفيها كواليس، وهنحاول برضو نشرح بعض الأخبار والمعلومات اللي بتثار خلال الساعات الأخيرة عبر السوشيال ميديا. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، توقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري، ومين ممكن يسجل الأهداف؟ دايما متعودين مباريات الأهلي والإسماعيلي بيكون فيها نسبة أهداف عالية، فتوقعاتكم بالنسبة لمباراة اليوم شاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الدوري يا أهلي، وكمان في ترند الأهلي، الأهلي يواجه الإسماعيلي لاستعادة القمة، وفي الترند العالمي استقبال أسطوري لميسي في باريس. طبعا عناوين مهمة وكلام مهم النهاردة في حلقة اليوم، وتحديدا قبل انطلاق مواجهة الأهلي والإسماعيلي. لكن أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض، عندنا تفاصيل وكواليس مهمة جدا، ولكن في فقرة ترند الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. طبعا ترند الترند النهاردة أبرز حدث هي مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري، لكن دايما برضو في أحداث لسه الناس بتتكلم فيها، وفي أخبار مهمة يمكن أعلنت خلال الساعات الأخيرة، في أمور ناقشناها امبارح وفي أمور النهاردة برضو هنحاول نوضحها ونشرحها لكل السادة المشاهدين. بالأمس عقب ختام مباراة الاتحاد السكندري والزمالك خلاص تحدد بشكل رسمي الترتيب الأربعة من أندية الدوري أو من الدوري المصري، الأندية اللي هتشارك في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. اتحاد الكرة امبارح أعلن على موقعه الرسمي أنه أرسل قائمة الأندية المصرية اللي هتشارك في المسابقات الإفريقية الموسم القادم بالنسبة للأربعة الأوائل في الدوري المصري. قال القائمة شملت الأهلي والزمالك كدوري أبطال إفريقيا، والمصري وبيراميدز في كأس الكونفدرالية. الأهلي يا جماعة بيشارك مش بصفته متصدر الدوري ولا بطل الدوري، الأهلي كمان بيشارك بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا. فكرة بقى أصل الأهلي قبل الزمالك، الزمالك قبل الأهلي، سيبكم من بعض المواقع اللي بتكتب الترتيب غلط، هي الفكرة لما بتروح للاتحاد الإفريقي مين حامل اللقب؟ النادي الأهلي رقم واحد. مين معفى من الدور التمهيدي أو مش هيلعب الدور التمهيدي؟ النادي الأهلي، أعلى تصنيف، نادي القرن، أعلى أرقام قياسية، حامل اللقب آخر سنتين، فالأهلي معفى من الأدوار التمهيدية وترتيبه ضمن الأندية هو رقم واحد، يليه الزمالك الوصيف، ثم المصري كثالث الدوري، وبيراميدز رابع الدوري. والمعايير شرحناها امبارح وقلنا للناس كل اللي حصل، وبالطبع الحمد لله دايما بنقول لكم الواقع والحقيقة والأوراق والمستندات، وبالفعل الأربعة الأوائل في الدوري المصري هم اللي هيشاركوا، وكل الكلام على فكرة الوصيف كان كل الكلام ده مخالف للمعايير وغير صحيح تماما، وبالفعل خلاص آخر ميعاد كان امبارح وتم إرسال الأسماء الأندية. طيب قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية والأدوار التمهيدية إمتى؟ الميعاد الأصلي كان يوم 15/8. الاتحاد الإفريقي خد قرار بتبكير موعد القرعة 48 ساعة. ليه؟
لان كل اعضاء لجنه المسابقات والمسؤولين عن الماركتينج واعضاء المكتب التنفيذي كلهم مسافرين الكاميرون يوم 13 عشان قرعه كاس الامم الافريقيه يوم الثلاث الجاي اللي هيوقف في 17/8، فبالتالي قدموا ميعاد قرعه الادوار التمهيديه وكاس الكونفدراليه لدوري الابطال كمان يوم 13 اغسطس. وكده كده القرعه الادوار التمهيديه بتتم بدون حضور اعلام وبدون حضور انديه، فتم تحديد الميعاد يوم 13 اللي هو بالظبط يوم الجمعه القادم بعد غد ان شاء الله. الناس تقول لي طب مين اللي ممكن يكون معفي من الادوار التمهيديه؟ طيب الجزئيه دي عشان تتشرح محتاجه وقت كبير جدا، ولازم نعرض كل اسماء الانديه اللي هتشارك في البطوله. حسب المعلومات اللي وصلتني لغايه اللحظه دي احنا بنتكلم ما يقرب من حوالي 54 نادي هيشاركوا في دوري ابطال افريقيا. طيب عدد الانديه المعفاه هتتراوح العدد من 3 الى 5 انديه هم اللي هيتم اعفائهم من الادوار التمهيديه. بنتكلم في الصداره النادي الاهلي معفي بنسبه 100%، الترجي بنسبه كبيره كمان، الوداد. هنا بقى لو نزلت في الترتيب لتحت شويه ممكن تلاقي مازيمبي معفي، ممكن تلاقي سان داونز معفي، ممكن تلاقي الزمالك ممكن يعفى من الدور التمهيدي وممكن يلعب دور تمهيدي. كل ما عدد الانديه قل كل ما عدد الانديه اللي هتعفى من الدور التمهيدي هيكون اكتر، فبالتالي ده يتحدد الساعات اللي جايه. لكن بنسبه 100% الاهلي، الوداد، الترجي، الثلاث انديه دول معفيين من الدور التمهيدي. ممكن بقى الزمالك يشارك ما يشاركش، ممكن مازيمبي، ممكن سان داونز. ده الامر هنا متعلق بعدد الانديه اللي هيشارك. 54 نادي، يبقى عدد الانديه المعفاه بتتراوح من 3 ل 5. لو العدد زاد ممكن عدد الانديه المعفاه يكون اكتر. لو العدد اقل من 54 الزمالك ومازيمبي وصن داونز بنسبه كبيره هيشاركوا في الادوار التمهيديه. هي حسبه عشان في الاخر يصعد 29 نادي مع الثلاث انديه المعفاه يبداوا مرحله دور ال 32 هتنطلق ان شاء الله في منتصف اكتوبر، ونفس الامر هيكون على كاس الكونفدراليه. طيب الخبر الثالث هو متعلق بشروط القيد. اتحاد الكرة بالامس اعلن شروط القيد بالنسبه للموسم الجديد. امبارح كل الزملاء اتكلموا وقالوا المواعيد اللي اتحاد الكرة اعلنها، ان الاتحاد قرر فتح باب القيد الاول في الفتره من 30/8 الى 9/9 على ان تنتهي قوائم الاضافه للقسم الاول في 20/9، وبعد كده قال مواعيد القسم الثاني والقسم الثالث والكلام ده كله، وبيسمح لكل نادي بقيد 30 لاعب بالاضافه لخمسه من مواليد ال 99 وما بعدها. طيب انا هنا عندي يعني معلومة في هذا الموضوع. أولا الفيفا لما قال لك تحدد مواعيد القيد بيقول لك الحد الأدنى للقيد 12 أسبوع. لو بصينا على المدة اللي حددها اتحاد الكورة واللجنة الثلاثية احنا بنتكلم من 30/8 ل 20/9 احنا بنتكلم في 21 يوم. يعني اختصر ال 12 أسبوع في 3 أسابيع. 9 أسابيع أهدرهم على الأندية في مسألة القيد في المرحلة الصيفية في المرحلة الحالية. هترجع تقول لي ما هو أصل الدوري هيخلص 26/27/8 فالوقت هيبقى ضيق. هو كان عنده امكانيه يخاطب الاتحاد الدولي يطلب فتح استثناء للقيد والقيد يبدا من اول 8. السنه اللي فاتت كان بسبب جائحه كورونا الاتحاد الدولي كان فتح استثناء لكل الاتحادات بدون اي طلب رسمي، لكن السنه دي في ظل جائحه كورونا لو اي اتحاد عنده مشكله في القيد كان يطلب من الفيفا استثناء يفتح قبل نهايه الدوري بشهر. فلو كان الاتحاد او اللجنه الثلاثيه او المهندس احمد مجاد اتخذ هذه الخطوه كان على الاقل مع الثلاث اسابيع اللي حددهم من 30/8 ل 20/9 كان كمان قدر يحط لنا كمان 4 أو 5 اسابيع، فيبقى عندك 7 أو 8 اسابيع. مش هقول مش عايزين ال 12 كلهم، الوقت ضيق جدا، لكن على الاقل بدل ما 3 اسابيع كان على الاقل يبقوا 7، كان يبقوا 8 اسابيع. تقدر تحدد قائمه الراحلين، تقدر تحدد مواعيد القيد الفتره الاولى، تقدر تحدد الصفقات اللي هتجيبها تأييدها امتى، عشان كمان انت بتعمل ده عشان تفيد الانديه المصريه. ما انت عندك النادي الاهلي عنده مباراه سوبر يوم 24/9 بالمواعيد اللي تم اعلانها بالامس. انا لو جايب صفقه جديده وايدتها مش هتلعب معايا السوبر الافريقي. ممكن البعض يقول لي ما دور ال 32 في شهر 10 مش هيفرق كتير، دول ماتشين والمباراه ما تبقاش بنفس القوه، بس عنده سوبر افريقي، عنده مباراه كبيره ومباراه مهمه وبطوله. ليه الاتحاد ما يساعدنيش ويفتح القيد من بدري ويبلغ الفيفا ويفتح فتره القيد بدل ما تكون 3 اسابيع تبقى 7 اسابيع و8 اسابيع؟ ليه ما نحاولش نعمل الهوم ورك بتاعنا ونزود المده ونساعد الانديه؟ وبعدين انت محدد من 30/8 ل 9/9 عشان القايمه الاولى. هل انا اخلص الدوري 27/8 في ظرف 10 ايام هقدر اسوق اللاعب اللي عندي عشان اطلعه اعاره واطلعه بيع؟ ازاي؟ يعني المواعيد دي مبدئيا عملت مشاكل فنيه ومشاكل ماليه الفتره الجايه للانديه في مساله القيد. دي نقطه. النقطه الثانيه من 9/9 ل 20/9 دي في الصفقات ما انا هضيفها عشان الدوري وعشان الكاس، لكن افريقيا مش هستفيد بيها. فلو كنت فتحت القيد بدري قبل نهايه الدوري بشهر زي ما حصل السنه اللي فاتت من الفيفا كانت تقدر الانديه تستفيد باي صفقه تجيبها عشان تستفيد بيها الفتره الجايه. تحديدا انت عندك الاهلي عنده سوبر افريقي،
فالمفروض كان اتحاد الكوره لما يفكر في حاجه زي كده، هو عارف الاستحقاقات الجايه للانديه المصريه، وعارف ان عنده نادي مصري بيمثل مصر في بطوله افريقيه كبيره زي السوبر الافريقي، فالطبيعي ان افتح له القيد واطلب من الفيفا واعمل الهوم ورك بتاعي عشان اساعد النادي المصري بتاعي اللي هو بيشارك في بطولات افريقيه وبيشرف مصر وبيجيب بطولات باسم مصر. فبالتالي لما افتح القيد من شهر 8 اي صفقه اجيبها معايا في السوبر الافريقي اللي جاي في ماتش الرجاء، لكن بالمواعيد دي اي صفقه هجيبها الفتره الجايه مش هتتقيد في افريقيا الا في يناير، يبقى بالتالي ما استفدتش بيها في السوبر الافريقي. حتى كمان المده اللي اتحطت من 30/8 ل 9/9 مده ضيقه جدا، الفيفا مديك 12 اسبوع في فتره الانتقالات الصيفيه، تخليها 3 اسابيع، ما كنت زودها خليها 7 خليها 8 اسابيع. كده كده انت عندك في يناير في 4 اسابيع زي الفيفا ما قال، من 1 يناير ل 31 يناير. يعني انا مش علق على فكره بقى اللاعب الفلسطيني واللاعب العربي، 5 اجانب، كل الامور دي زي ما حصل السنه اللي فاتت واللي قبلها، لكن مواعيد القيد كان مفروض تكون افضل من كده، والمفروض المهندس احمد مجاهد كان رئيس لجنه شؤون اللاعبين وعارف التفاصيل دي، فكنت اتمنى يساعد. في ظل، قبل ما اختم واطلع فاصل، عندي معلومه ان عدد من الانديه سواء في مصر او خارج مصر طلبوا من الكاف مد القيد الافريقي ل 30/8، فانت لما تيجي تحدد القيد من 30/8 ده انت حتى وانت عندك المعلومه ما حاولتش تستفيد بفكره ان في انديه طالبه مد القيد من الكاف عشان تقدر تأيد لعيبه، لا رحت انت حطيت 30/8 على طول. ففي جميع الحالات انت قفلت المساله خالص بشكل صعب جدا على الانديه المصريه وعلى النادي الاهلي تحديدا في الفتره اللي جايه بسبب المواعيد اللي تم اعلانها بالامس. لا تعليق، اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم بقى على مباراه الاهلي والاسماعيلي، وعندي ارقام والقائمه والحكام وتفاصيل مهمه بخصوص هذه المباراه المهمه جدا، 3 نقاط تمنحك الصداره وتقربك خطوه من الفوز بالدوري العام. اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد الاستعداد بقى لمباراه الاهلي والاسماعيلي، وخلاص العد التنازلي لهذه المباراه الكبيره، 3 نقاط مهمه جدا، ودايما الاهلي بيسعى للصداره عشان يقرب خطوات كبيره جدا من الفوز بالدوري العام. بيتسو موسيماني اختار قائمه ب 21 لاعب استعدادا لمواجهه الاسماعيلي، وسافر بالامس عاقب المران الى الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراه اليوم الساعه 9 بتوقيت القاهره. قائمه الفريق 21 لاعب: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ايمن اشرف، محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد في خط الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السوليه، اليو ديانج، اكرم توفيق في وسط الملعب، محمد مجدي قفشه، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، جونيور اجايه، محمد شريف، وارتل واليا، وصلاح محسن. طبعا في عدد من الغيابات بيقترب حوالي 10 لاعبين، سواء في اصابه، غياب فني، اصابه بدري بانون طبعا بفيروس كورونا، ان شاء الله يرجع بالسلامه خلال الفتره اللي جايه، لكن دي القائمه اللي استعان بيها بيتسو موسيماني لمباراه اليوم. في تفاصيل اكتر ومحتاجين نتعرف اكتر على فريق النادي الاهلي والاستعداد لهذه المباراه، اذهب مباشره الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي في الاسكندريه مع الزميل العزيز فاروق صلاح عشان نتعرف منه على اخر الاخبار واخر المستجدات من داخل فندق الاقامه وقبل انعقاد المحاضره لبيتسو موسيماني مع اللاعبين. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا محمد، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا مباراه في غايه الاهميه في مشوار النادي الاهلي للحفاظ على درع الدوري وتحقيق البطوله رقم 43 للدوري المصري. مباراه الاهميه بتاكيد باين على ملامح اللاعبين، ما يبين على ملامح الجهاز الفني، لكن ان شاء الله كلنا ثقه في كل اللاعبين، ثقه في الجهاز الفني، ثقه في مستر بيتسو موسيماني لاختياره لل 11 لاعب اللي هيمثلوا النادي الاهلي في هذا اللقاء، وان شاء الله لاعبي النادي الاهلي قادرين النهارده لتحقيق الفوز والثلاث نقاط على فريق النادي الاسماعيلي باذن الله. طيب انا شايف في خلفيه الصوره معاك محمد اسامه اداري الفريق، نور عامل المهمات ومسؤول التعقيم، عدد من اللعيبه خلاص بيبداوا النزول دلوقتي، دي بدايه المحاضره، الاجواء عندك حاليا داخل فندق الاقامه وما تابعته بالنسبه لمعسكر الفريق منذ المساء حتى هذه اللحظه. يعني خليني اقول لك في البدايه محمد، ده طبعا عم نور المسؤول طبعا التعقيم في النادي الاهلي بيقوم بدور اكثر من رائع، انت عارف قبل المحاضره وانعقاد المحاضره بيقوم بتعقيم الغرف والاماكن للمحاضرات اللاعبين او ايضا غرف اللاعبين، كل الامور دي كلها بيقوم بيها النادي الاهلي، ودي طبقا لاجراءات النادي الاهلي متبعه في كل مكان، النادي الاهلي بيتبع هذه الامور. ايضا في هذه الاثناء يعني خلاص بيبدا توافد اللاعبين لحضور طبعا المحاضره اللي هي مستر بيتسو موسيماني بيعقد مع اللاعبين المحاضره اللي
فيها اخر التعليمات. يعني خليني اقول لك برضو قبل المحاضره كان مستر موسيماني قاعد في اجتماع بيتابع بعض الفيديوهات الخاصه بفريق النادي الاسماعيلي، جلسه تبع يعني جامعه ما بين وما بين موسي ويوشا محلل الاداء للوقوف على كل كبيره وصغيره في نادي الاسماعيلي. طبعا مباراه مهمه جدا. مستر بيتسي موسيماني طالب اللاعبين عدم النظر تماما لمركز نادي الاسماعيلي وحث اللاعبين على اهميه الفوز في هذا اللقاء. فريق الاسماعيلي طبعا اللي بيحتل المركز الحادي عشر للدوري المصري، طالب اللاعبين باهميه المباراه وقال ان هي مباراه طبعا يعني لا تخضع لاي مقاييس، طالب اللاعبين ايضا ان اللاعبين تشيل الضغوط اللي عليها دون النظر طبعا لمباراه القسم او المنافس نادي الزمالك، ركز في مباراه النادي الاهلي فقط، الفرصه بتاعتنا في ايدينا، احنا نفوز في مباراتنا فقط. وهو طالب ان هو يخفف الضغوط عن اللاعبين وطالب اللاعبين فقط بالتركيز في مباراه النادي الاهلي. عايز اقول لك ايضا دور كبير جدا بيقوم بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي مصمم مع اللاعبين والاعداد النفسي. انت عارف انت الوقت قصير محمد ما بين المباريات، كل يومين او كل 48 ساعه بيبقى في مباراه، يعني ما بتحاش انت يعني لا تتعالج اخطاء او تصحح اخطاء بصوره كافيه، لكن بتبدا تشتغل على العامل النفسي، تخفف ترفع الضغوط عن اللاعبين. ودي تقدر تقول الامور اللي بنشوفها من لعيبه النادي الاهلي، كم الخبرات اللي عند لعيبه النادي الاهلي في التعامل مع هذه المواقف. عايز اقول لك ايضا ان الملامح لعيبه النادي الاهلي النهارده واحنا موجودين معاهم في فندق الاقامه، يعني من بدايه اليوم كان اللاعبين تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 11 ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 3، يعني زي ما نقول في هذه الاثناء بتعقد المحاضره الفنيه، ثم هيكون التحرك الى ملعب المباراه يكون في تمام الساعه 7:10 الى استاد الاسكندريه اللي بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي يعني بمسافه 20 او 25 دقيقه. تشوف ملامح لعيب النادي الاهلي النهارده يا محمد، انت عارف خبرات لعيبه النادي الاهلي في التعامل مع هذه المباريات، عارفين قيمه المباراه، عارفين اهميه المباراه، اللعيبه كلها تركيز، ارتفاع الروح المعنويه بين اللاعبين. ايضا الجلسات اللي بتعقد ما بين اللاعبين الكبار في النادي الاهلي ودور محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي وايمن اشرف واللاعبين الكبار ودورهم طبعا، وفي التحفيز اللي بيتم من اللاعبين اللي مش موجوده طبعا في قائمه المباراه، مثال وليد سليمان وسعد الدين سمير اللي على تواصل تام مع اللاعبين. انت عارف النادي الاهلي بيعاني من غيابات في هذه المباراه تمتد لاكثر من 10 لاعبين او 11 لاعب. النهارده طبعا بيعود طاهر محمد طاهر، لكن ان شاء الله يعني كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي. ايضا يا محمد يعني كان طبعا الاتحاد المصري كان اختار طاقم تحكيم لهذا اللقاء بقياده الكابتن محمد الحنفي حكم الساحه، يعاونه سامي هلهل مساعد اول، شريف عبد الله مساعد الثاني، حكم الرابع هشام الفلال، اثنين على تقنيه الفيديو وتقنيه الفار بقياده الكابتن محمود عاشور ومحمود رضا. اطمنك يا محمد اخيرا على حاله لاعب النادي الاهلي، التركيز اللي عند اللاعبين، ان شاء الله مباراه تكلل ان شاء الله بالثلاث نقاط للنادي الاهلي. انا موجود معاك يا محمد لو في اي استفسار او تساؤل بخصوص النادي الاهلي قبل يعني ما نقدر ننتقل او نتكلم على نادي الاسماعيلي اللي بالمناسبه يا محمد اللي بيقيم مع نادي الاهلي في نفس الفندق اللي بيقيم فيه النادي. كنت اسالك نفس السؤال يا فاروق، فعلا هل الاسماعيلي فعلا بيقيم في نفس الاوتيل؟ لان خاصه ان المكان اللي اختاره الاهلي ده في وسط مدينه الاسكندريه وحوالي 10 دقايق من مقر الاستاد، استاد الاسكندريه. والاجواء في الاسكندريه دلوقتي حاليا طبعا اجواء الصيف والمصيف لكل طبعا الشعب المصري، فكمان فكره انك تبقى موجود في اوتيل في وسط اسكندريه قريب من الاستاد، فكره كمان انك تعزل بقى الفريق عن الاجواء دي، وموجود كمان فريق الاسماعيلي، فالتنسيق الاداري للجزئيه دي برضو عايزين نشرحها للناس عشان تعرف في الناس اللي الكواليس مش متعلقه باستعداد فني بس، لا ده في امور لوجستيه مهمه جدا الجهاز الاداري كمان بيشتغل عليها. بالظبط يا محمد، انت عارف الامور اللي الشق الاداري في النادي الاهلي بيتم يعني بصوره اكثر من رائعه، بصوره احترافيه طبعا، بدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ مرورا بالطاقم الاداري مع النادي الاهلي، التنسيق لاختيار هذا المكان ان هو يكون مقر لاقامه فريق النادي الاهلي. زي ما انت قلت يا محمد هو بيبعد يعني في الوقت العادي تقدر تقول بيبعد حوالي 10 دقائق عن استاد الاسكندريه، لكن في ظل انت عارف بقى التوقيتات اللي احنا موجودين فيها وبعض الزحام او التكدس، يعني الطريق ممكن يستغرق من 20 ل 25 دقيقه. ايضا محمد عايز منك على درجه الحراره، يعني درجه الحراره في التوقيت اللي انا بكلمك فيه في الاسكندريه 29 درجه مئويه، في توقيت المباراه من المقرر ان درجه الحراره تكون 27 درجه مئويه. ايضا انت يا محمد مباراه في يعني 90 دقيقه تقدر تتكلم في اطار الروح الرياضيه، وجود فريق الاسماعيلي ووجود النادي الاهلي الاثنين في مقر الاقامه، الاثنين اتقابلوا تحت في يعني في ايضا في ريسبشن تحت اللاعبين سواء الاجهزه الفنيه، الروح الرياضيه، العلاقه اللي بتجمع ما بين اللاعبين، خلينا نقول ان هي مباراه في اطار ال 90 دقيقه في اطار الروح الرياضيه، لكن ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. ايضا محمد عايز اقربك شويه من فريق الاسماعيلي وتحضير الكابتن ايهاب جلال لنادي الاسماعيلي.
سريعا. بالمناسبه مجلس اداره النادي الاسماعيلي بيرصد مكافئات ضخمه للاعبي النادي الاسماعيلي النهارده لتحقيق نتيجه ايجابيه على النادي الاهلي. كابتن ايهاب جلال اتكلم مع اللاعبين على اهميه المباراه وان هي مباراه صعبه جدا واستغلال ضغط المباراه للنادي الاهلي. يعني اقدر اقول لك من التمرين الاخير التشكيل المتوقع لنادي الاسماعيلي في هذا اللقاء هيكون محمد فوزي في حراسه المرمى، قدامه مروان الصحراوي وبير محمد الاثنين قلبي دفاع، في اليمين عبد الله جمعه، في الشمال مصطفى الزناري، في منتصف الملعب اربعه محمد صادق ومحمد عادل واحمد مدبولي ومحمد عبد السميع، اثنين في مركز راس الحربه شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف. تمام، زميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من الاسكندريه ومقر اقامه فريق النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا قبل مواجهه الاسماعيلي بلحظات قليله، وكل التوفيق يا رب لفريق النادي الاهلي. دي اخبار الاهلي، اخبار الاسماعيلي، تشكيل متوقع للاسماعيلي. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل ترند الاهلي ونشوف التشكيل المتوقع لفريق النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا مواجهه الاهلي والاسماعيلي مواجهه كبيره جدا، وعلى مدار التاريخ عدد مباريات كبير ما بين الفريقين في مشوار الدوري العام. بنتكلم في عدد المباريات 118 مباراه بين الفريقين خلال مشوار الدوري العام في الفترات السابقه. الاهلي فاز في 62 مباراه مقابل الاسماعيلي فاز في 22 مباراه فقط، بينما الفريقان تعادلا في 34 مواجهه. الاهداف الاهلي احرز في الاسماعيلي 174 هدف، بينما احرز الاسماعيلي 94 هدف. طبعا شايفين الفرق في عدد الانتصارات وعدد النتائج، لكن بالطبع كل ده شيء بعيدا تماما عن ارضيه الملعب. التاريخ والارقام شيء، لكن الملعب النهارده 90 دقيقه تلعب بكل رجوله، ان شاء الله تفوز وتحقق الثلاث نقاط. طيب نروح مع بعض لترند الاهلي ونشوف بعض التفاصيل المتعلقه بالاهلي عبر السوشيال ميديا. اول حاجه معايا الصفحه الرسميه في الجول على الفيسبوك بيتكلموا على التشكيل المتوقع، عوده ايمن اشرف بعد الايقاف، شريف بيقود الهجوم. بالتشكيل المتوقع للاهلي اليوم امام الاسماعيلي، حراسه المرمى الشناوي، خط الدفاع محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، خط الوسط السوليه، فتحي، محمد مجدي قفشه، وفي الهجوم محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد شريف. وكهربا والشحات عاملين اداء مميز جدا، ومحمد شريف بيتصدر هدافي الدوري العام. طيب نروح كمان للحساب الرسمي للاهرام وبيتكلموا عن تفاصيل الجلسه الاخيره لموسيماني مع لاعبي الاهلي قبل مواجهه الاسماعيلي. انا مش هطلع واقول انا عندي الكواليس وموسيماني بيتكلم في ايه وبيحذر من ايه، الكلام ده طبيعي جدا. موسيماني بيتكلم عن ضروره التركيز وحصد الثلاث نقاط وتقليل الضغوط النفسيه، عندك مواجهه صعبه، انت اللي في الصداره، انت اللي بتقرب من الدوري، المنافس عنده مشكله في المواجهات المباشره، بيتمنى لك تعادل او خساره، فانت الاقرب للفوز بالدوري العام. ده كلام مهم جدا، لكن دايما موسيماني بيتعامل نفسيا بشكل كبير جدا مع الشغل الفني قبل هذه المباريات الكبيره. كمان معانا الحساب الرسمي للوطن الرياضي بيتكلموا على غياب 11 لاعب عن الاهلي امام الاسماعيلي في صراع استعاده القمه، بدر بنون بسبب فيروس كورونا، وليد سليمان بسبب الاصابه، سعد سمير، مروان محسن، كريم نيدفيد، محمود متولي، محمد محمود، ناصر ماهر، بيكهام، حمزه علاء، احمد نبيل كوكا، كل ده لاسباب فنيه. ان شاء الله الاهلي دايما بمن حضر، والكل النهارده يكون على هبه الاستعداد لمواجهه الاسماعيلي. اخر حاجه الصفحه الرسميه لليوم السابع على الفيسبوك، الاهلي يلبي طلبات موسيماني من الصفقات الصيفيه قبل بدء الموسم الجديد. دي اخر حاجه معايا في ترند الاهلي من اليوم السابع، وانا عندي تعليق عليها بسيط جدا، قلته كذا مره بس المره دي هقول حاجه جديده. النهارده 11/8، الدور هيخلص يوم 26/8، يعني نتكلم حوالي اسبوعين. خلال الاسبوعين هيكون في تفاصيل كتير، وبعد الدوري النادي الاهلي هيعلن رسمي كل الامور المتعلقه ببدايه الموسم الجديد، الصفقات والاعارات واللاعبين الجدد، وباذن الله الاهلي بيحضر لقائمه يقدر يشتغل عليها ثلاث سنوات، يفوز ببطولات سواء افريقيه ويعمل انجاز في كاس العالم للانديه القادم، انجاز طيب في كاس العالم للانديه اللي جاي، لكن كل التفاصيل دي هتكون بعد نهايه الدوري اي بعد 15 يوم. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. ليونيل ميسي بالتاكيد الاسم الكبير، الحدث الكبير اللي بيفرض نفسه على كل انحاء العالم، وانتقاله اللي احدث زلزال في الوسط القروي من برشلونه الى باريس سان جيرمان. نروح للترند العالمي ونشوف اللي اتكتب في الترند العالمي خلال الساعات الاخيره وما يثار من خلال السوشيال ميديا بخصوص انتقال ميسي الى باريس سان جيرمان. الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان، ميسي في باريس، هو الحدث اللي فرض نفسه على الساحه العالميه في الفتره الاخيره، وتم تقديره رسميا في مؤتمر صحفي اليوم في نادي باريس سان جيرمان. قدامكم لقطات طبعا بالتاكيد من استقبال الجمهور لميسي اليوم طبعا في باريس، وطبعا حدث كبير جدا بالنسبه للدوري الفرنسي والاقتصاد الرياضي في فرنسا خلال السنتين القادمين.
النهارده طبعا ده فيديو لليونيل ميسي عقب المؤتمر الصحفي، هو بيلقي التحيه للجماهير الكبيره بالتاكيد بعد المؤتمر الصحفي وسعادته بالتاكيد بعد التوقيع لمده سنتين والتصريحات النهارده اللي قالها لكل الساده الاعلام وكل الصحفيين. وقدامنا طبعا لقطات من المؤتمر الصحفي والتيشيرت الخاص بليونيل ميسي. عايز اقول لكم في توقعات كمان بالنسبه لرقم التيشيرت ليونيل ميسي الى ان تم الاعلان اليوم على التيشيرت الخاص بليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان. النهارده الجماهير كلها كانت متواجده طبعا في ملعب حديقة الأمراء في باريس، وسعادة كبيرة جدا يا جماعة. هنا أنت مش بتتكلم بس في ملعب وتسعين دقيقة، أنت بتتكلم في تفاصيل أكبر من كده بكتير، وبتتكلم في اقتصاد مهم جدا وقيمة تسويقية هترفع بالتأكيد من قيمة الدوري الفرنسي. طيب تصريحات ليونيل ميسي النهاردة في المؤتمر الصحفي، كلام كان مهم جدا. حساب جول على تويتر نشر تصريحات لميسي من المؤتمر الصحفي، قال فيها أريد تحقيق دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وباريس سان جيرمان هو الفريق والمكان المناسب لذلك. قال تجربة جديدة بالنسبة لي، كل شيء جديد بالنسبة لي، مستعد على المستوى الرياضي والشخصي، ونحن في مدينة مذهلة نستمتع كثيرا وسعداء بالتواجد هنا. أن نعتمد على التفاصيل الصغيرة، دور الأبطال وباريس سان جيرمان كان قريبا من الفوز باللقب، هي مسابقة بتجمع أفضل لاعبين في أوروبا، وماذا ينقص الفريق لا أدري، لكن لابد من تحقيق الفوز ولابد من أن تبحث عن الحظ، لا يفوز الأفضل دائما، هي منافسة خاصة وجميلة. قال كمان ميسي لدي رغبة كبيرة في البدء بجوار زملائي، أشكر الجميع على الطريقة اللي عملوني بيها منذ اليوم الأول لتسير الأمور بشكل سلس وسهل عقب نهاية الأمر مع برشلونة. أعرف نيمار، أعرف دي ماريا، نحن الآن متحدون أو متحدون، والتقيت أغلب اللاعبين، وأعتقد أن هذا دفعني للانضمام لهذا النادي. دي لقطات طبعا من الكشف الطبي لليونيل ميسي طبعا في نادي باريس سان جيرمان، أحدث الأجهزة الطبية وأحدث المعدات طبعا لقياس حالة طبعا والحالة الطبية والحالة الصحية لليونيل ميسي. هنا أنت بتقيس طبعا اللاعب وهو بيجري بيشوف كل وظائف الجسم، وأثناء اللاعب بيمارس الرياضة قدامكم، حتى قدامكم هي السرعة، نبضات القلب، كل التفاصيل والحالة الطبية للاعب ككشف طبي عشان تعرف في النهاية هل هيجتاز الكشف الطبي ولا لا. طبعا اجتاز الكشف الطبي وتم الإعلان عن توقيعه بشكل رسمي ومؤتمر صحفي وأعلم من خلاله كل التفاصيل. بمناسبة طبعا ليونيل ميسي بقى، الإقبال الكبير بقى على الستورز وشراء القمصان أو التيشيرت الخاص بليونيل ميسي. ميسي هيرتدي رقم 30، طبعا كلنا عارفين 10 الرقم الخاص بميسي طبعا اللي كان موجود في برشلونة، ونيمار بيرتديه في ده الرقم نيمار في باريس سان جيرمان، فميسي هيرتدي رقم 30. عايز أقول لكم التيشيرتات والقمصان الخاصة بميسي مجرد ما تم طرحها خلصت في كل المتاجر وفي كل الأسواق الخاصة بباريس سان جيرمان. دي برضو جزئية من أهم جزئيات الاقتصاد الرياضي وعوامل الدعم الكبير جدا بالنسبة للاعبين في التعامل مع الأندية والتعاقد مع الأندية. فكرة أن لاعب بقيمة ميسي لو أنت ماضي معاه عقد ب 43 مليون يورو في السنة، شوف لما بتطبع كام ألف تيشيرت الخاص بميسي اتباع في كام ساعة، وعدد المبيعات ممكن تكون وصلت النهاردة في يوم واحد لأكثر مثلا من حوالي 5 مليون يورو أو 10 مليون يورو. الأرقام دي ممكن تصدقوها على فكرة، يعني ممكن لاعب يتباع أو يتم التعاقد معاه سنة أو سنتين، يتعمل متاجر خاصة بيه، بيع التيشيرت الخاص بيه من يوم أو اتنين تقدر تغيب القيمة اللي انت دفعتها في سعر اللاعب. وهنا بقى الاقتصاد وفكرة ازاي تستفيد بقيمة لاعب زي ليونيل ميسي، وأكيد باريس سان جيرمان مش فنيا بس، ده فنيا وماليا، وفي استفادة كبيرة جدا على مدار السنوات القادمة. طيب مشاركات الجماهير بقى على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم لنتيجة مباراة الإسماعيلي والأهلي ومين ممكن يحرز الأهداف. محمد عبد الرحمن بيقول 3-0 للأهلي إن شاء الله، حسن محمد بيقول إن شاء الله 2-0 للأهلي. طيب كنت تقولوا كمان الأهداف يا جماعة معانا، سيد بيقول 2-1 للأهلي، حسين الشحات وعلي معلول، وأحمد حمدي بيقول إن شاء الله 2-0 للأهلي، محمد شريف وكهربا. تمام، شريف على أعتاب رقم تاريخي كمان. أحمد كمال بيقول 1-0 للأهلي محمد شريف، وبدر الدين عابد بيقول فوز الأهلي بفارق هدفين بأمر الله، قول يا رب إن شاء الله. في تفاؤل، في ثقة عند الجمهور إن شاء الله الأهلي يعمل نتيجة طيبة يكسب الإسماعيلي، وكل ما الأهلي بيكسب كل ما الضغوط بتكون على المنافس، لأن الأهلي 3 نقاط بتقربه من الدوري، لكن المنافس
مش الفوز بس، ده عايز فوز وعايز نتائج سلبيه لا قدر الله لصالح الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله الدوري هيكون لصالح النادي الاهلي. والنهارده 11 راجل في الملعب هيعملوا مباراه كبيره باذن الله ويسعدوا جمهورهم في كل مكان. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.